قرآن كان رسولك نبي عليه الصلاة والسلام إسكما أوصن شبه تريدين سيدة تضبن ما أنت قرآن كأوشبان قب 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 إيا شبتان من سنهين النبي قرآن كان مركب واقرنا إيا سحابة يسو قرآن كياقرنا إيان قرآن كسيدة إله بأمر وردت للقرآن ترتيلا قرآن كأوكال الدقديق تري عليه الصلاة والسلام وومارت كفكري تري عبد الله حذيفة بن يمان عبد الله بن مسعود رسولك هبانك أسلو دكانية أي كتابك إلهي أخرانية أي كشي كينتر النبي سلوها عليه الصلاة والسلام قرآن كأخر سكيس مركاس وحي إليه وحوي حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عن رسولك يا حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام أي مؤمن الهبان أسلو قرآن كأخرانية دكانية مركاس سورة البقرة رسولك بالله عليه الصلاة والسلام حذيفة بن يمان وحوك هذا النبي سيدة وقرآن كفكري أو آخرين أي هل رجع ضد بوحوك كذي سورة البقرة هي سورة سورة البقرة سورة النساء سورة آل عمران أي رسولك هل رجع ضد كذي عليه الصلاة والسلام سيدة وشاك مركو رب بقرة وآخرين كبعد النساء بوكوحيتي كبعدنا آل عمران بوكوحيتي عليه الصلاة والسلام لكن مركو أخرنا كان يقرأ مترسلا أيو المارت نبي مركو أخرنا قرآن عليه الصلاة والسلام وهو أخرنا آير بو أخرنا قرآن وكفكر قرآن وضوح قرآن ومقرنيس فهم أيو رسولك أخرنا عليه الصلاة والسلام وإذا مر بآية فيها تسبيح صبح هدو صومره آية تسبيح للغشة يا كان يسبح لله عز وجل سبحان الله عليه الصلاة والسلام وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة كان يسأل الله الجنة أبو صمر آية لله جنة مشاكل استنظر الله من سنه سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك الجنة أبو صمر رسول عليه الصلاة والسلام وخير آية نار مشاكل كان يتعوذ بالله من النار رسولك ما في الله كبير عليه الصلاة والسلام رسولك من قليل هكذا كان يقرأ القرآن ساس القرآن في وقتيه رسولك عليه الصلاة والسلام هكذا كانت قراءة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان يسمع من قلبه من صدره أزيز كأزيز المرج البير هذا الصحابة هذا رسولك القرآن كغنى قلبي جيسا وحا لغا مغلي هغون با لغا مغلي سيدا ديريغا دبك الله ساري هغون كلغا مغلو أي حبت كيسا لغا مغلي عليه الصلاة والسلام سببتا كانتنا وحاويا أويتان إيا خشوع عليه الصلاة والسلام آيات قرآن كمدة أيو هبين إسلتاقي هبين كي دمانتت وحقوقات آيات قرآن كوع العليني عليه الصلاة والسلام أو روحي أو فرسني رسول كان عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك أيدا سكوع العلي عليه الصلاة والسلام إلى رسولك وكؤي عليه الصلاة والسلام ويتان كيس سووي إلى تبير الله أصدري أو رنا محمد وحو مارتي ويي ويدي مركاس وكوي رسولك عليه الصلاة والسلام وحو عصوصتي ومديس نحريس وهي أنك مارتي ودرتنا ويي عليه الصلاة والسلام ومديس يربي ويدي سنية إلهي نوبد بادي جل وعلا مركاس رسولك الغيري وكرى لك لنا أمد هذا وكرى لك لنا نبي قنا بحو يري رالي نغن ماي أمد إذا قفك ميدا النار تأنت كجرت حبيبك نجا محمد عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم رسولك أصنع حريص أبدا تريتانك أبدا إلهي نصادر سبحانه وتعالى يا كتابك ونسودتي حبك أسبوع نبي كل رقم تري عليه الصلاة والسلام كتابك ما أنت أويتانك مي آيات فرب ضمب الله وحل الله المؤمنين مرك القرآن كآخرنا يا إني أويان قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان وحلو تلقى القرآن كنو تأثيري وقفك هذه القرآن كالواقرية انت أويان بيسجود لدى عيان بولاه يا سبحانه وتعالى ما أنت قرآن كنا دقاتين ماي قلبك أنا بسوا بورها دقاتين لها أيام ما تنا قلوبتنا ذو كأذكاتين بورها يا دحانته وكأذكاتين
غير بني إسرائيل بل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك مركب آيات كأركتين أود الله أركتين دي بدأت بقلبك إذن قال لي قلوبتها إذن قال شيء فهي كالحجارة أو أشد قسوة قلوبتي نرحانته وكلين نقدين مية رحانته ويبكقل إليه رحانته وحان إروحه ويوي تسبيح سدان إلهي درتي سبيح أصوات ضاتان فهي كالحجارة وشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله رحانته وبقواس وإلهي درتي سبيح أكتر ومت ضاتان لكن قلبك إنسان مركو قال له قساوة القلب عذر أرق ويان وحل قد ويا وكتابك إلهي سبحانه وتعالى وأصدق الله ترق لي إنه قلوب تشرعية فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون بلاه سبحانه وتعالى ومدام باوحا اللي قدقي إنه عذرك كله قساوة القلب يا قلبي قل الكيسة يا قلبي إنجاجين وما تكدت ونادان وحي اللي قد وين يبا مرك إلهي الشيخ سبحانه وتعالى سببت قلبي قل الإنسان هو الشيخ وفطال عليهم الأمد كوحضا سقلبي قلبي قل لي وحا يا راضي وقتك لوانين يا كل يا راضي كتابك إلهي بيسن مغلنين وندي بي مغلي وايين سادرت هذا وحا اللوبة هيا إن قرآنك قلبي قال لقود داويه يا أصدقى مارتا إلا آخريه لدك يسو كتابك إلهي سبحانه وتعالى هذا يقفك قلبه قال له وحويا فاسق بون غنيا وكثير منهم فاسقون محايا لك ويلك السبع وحي كتشروا لدي داه قلبي فوق هذا ومارتا أنك قاهي وحويا بقى كيسونا وحمانا إياه كل ويناني ينضح ما فيه ولذلك وكثير منهم فاسقون فسه هو النتيجة كذا لتي قساوة القلب كذا لتي اعلنوا ان الله يحيي الارض بعد موتها وحي قال لو تلقى لمرك انه مات انه قلوبت النوليه سيد بيه اي دولك ان نوليه قرانك اي وحي كتابك الهي با قلوبت يا جلعيه او قلوبت النوليه اسغا اياد لو تلقى ان وقتك لو داويه فذكر بالقران من يخاف وعيد لانذركم به ومن بلغ قرانك سامك وحي لو تلقى ان اسكو داويه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابتي سمكان وحي كسو قادنا وحد اركيسا كيف كان يؤثرهم القران قران كسو مارت قلبود روحي اوراد هو تغي صحابي صحابه النبي كمد عليه الصلاه والسلام ومطعم الاورنج ري ايا وحويا نبي قوي مد عليه الصلاه والسلام صحابي قاسي ابو اسلامي صوتو كو اسلامي اهد قرانك ومقلي جبير بن مطعم يوها نعم جبير بن مطعم أي الرسول كويه مد عليه الصلاة والسلام ما لنتي قزوة بدر أي الرسول كويه مد عليه الصلاة والسلام أسرني بدر بودوني أبي سنمارة طيب مطعم من النبي أصحابه سمعيه النبي أو سود وين تربوها جبير الصحابي قاسي مركو النبي كويه مد وحوا قرنا يا سورة وحوا سورة الطور بو الرسول قرنا عليه الصلاة والسلام مركو سورة الطور دقيستي عبسي يا قلبي جيسا روح شو يا قشي فكاد قلبي ان ينخلع وعو قلبي يكس تيبوني انه قلبي جاي وصوفقه انه صرخه ماشي كصوفقه اي يكس تيبوني قلبي جاي ما كو قران كي دغيسي لانه قران كالهي جل وعلا عدي فهمته لا يستطيع ان يتمالك نفسه امامه قران كهرتيس قفنا نفتيس معلي كريم قفك والروحية قرآن قلبك أيو قليا أصغر إذمن ولذلك ذاتك معنيه سفهم أيو اللقذي سفهم أي قرآن كمعارف كقوها وحي أورانج لين هذه جيسدين لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون سكرا أغر أتكان كرتين ما جرتم أي قرآن كإسكالك ترع وهذه جيسدين وهذه أول نبي وأخرين كبوغا صارنا نوبغ لنين هذا مقشين قلبي انه توصل قل يا بي اورنت لين مارت وسحر بي دي مارت تاثير كوليه هي رات كوليه هي ان صحابي قاس اساس ور قلبي انه فقه وقت هذا لما استوى واي شيء كثير لا اقيمه واي وسوي لي سنيا ان واي هي ان الى قلبي او انه فقان كبقي بيش حبيبنا محمد عليه الصلاه والسلام
صحابة الصاص وكتربيي سيقول رقم يان كتابك إلهي نبي إنه عليه الصلاة والسلام وحوصرينك والصحابة القرآن كي أخرجين قيام الليل كمرك دكان أيام بوسود جيسين تري وصوفيرين تري وصو كرميرين تري عليه الصلاة والسلام أبو موسى الأشعري وأبو عتق الحونة أيو رسولك صامر يهبين هبين هذا كمدة أسوى كتابك إلهي أخرجين مركاسو دغايست نبي انه عليه الصلاه والسلام مركو دغايست او كهلاي سو اقنايا ايو صبح النبي كو يري حداد اركي لهد حلي انا كو دغايسنيا مركا القران كا اقنايس لقد اعطيت مزمارا من مزامير على داوود اله سبحانه وتعالى وعوك كو غلديس عد ادو وناسن او عدكي غير داوود او كلا نبي الله داوود عليه السلام مركو اقنايا كتابك الهي اسو دجي مركو اقنايا داوود عليه السلام شمبرها يا بورها أيام مارة وجوابي ترى الله آخر ترى يا بركي وآخرنا يا قرآن والطيرة محشورة كل له أواب إلى سورة سبحانه وتعالى يا جبال أوبي معه والطير سإلهي جل وعلا بركي عطفي عنب إلهي سي نبي الله داود عليه السلام نبي وحو كوكي سي عطكي أبو موسى الأشعري إنه عطكي نبي الله داود وكال إلهي وسي أيو كمارت markaasuu wiiray abdul abu musa aw nabiga ku yiri hadaan ku ogaan lahayn inaad dhageysanayso la habartuka tahbira adban way ma wasi qurxin lahayn hadii hadaan ku ogaan inaad dhageysanayso rasuulka ilaahay uu calayhi salaatu wasalaam adban ku wasi qurxin lahayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada uu dhageysanayo habeenka uu dhageysanayo waxa ka wuxuu u tagay guriga abu bakar buu maray asagoo quraanka akhrinaya laakiin abu bakar cid aad u yitaan badan buu ahaa مركو القرآن كبلابه كتابك إلهي بلابه أدب أوي ترى وكر الصديق إلا عائشة ترى إنه رجل أسيف ونن أوي تام بدن ويان وقت ما كلا تيجي أو إسلامك على ذلك كوتي رايت أي سيرة وحى اللوريا إنه أبو بكر الصديق أنت صبح أو مال برحلة يم هذا وأخر ترى القرآن وأنا أوي ترى تطفر بدن باو أرنت أسي كت أثير يا من هذا وقتي oo dhageystay laana luqada quraanka way yaqaani ka baad quraysh odayaasha quraysh waa dacwoodeen qaraabadiisi iyo dadkii bay u dacwoodeen waxay yiraahdeen xaruurta madi iyo dumarkii uu naga fasahadiyay orod waxa ku tiraadeen gurigaaga ku ekaaw gurigiisa uu inta galo ayuu maarta barxad deer yar buu samaystay ee quraanka uu ku akhriyo markaas aad darisku tasoobaxaan oo dumarku yimaadaan oo xaruurtu yimaadaan dhageystaan asagu oo ooyay Abu Bakar Siddiq marka quraanku waa ruuxi jiray qalbigiisa waa la ilmeen jiray oo yitaankiisa ma awoodi karin codkiisa koran uu qaado rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa soo maray habeenkii asagoo quraanka akhrinaya laakiin codkiisa hoos u dhigaya waa kasoo tagay nabigu wuxuu u tagay cumar uu soo maray siyaasadu nabigu u tarbiyeen jiray tarbiyatul mutaabaca in qofka lala socdo hadii jeer rasuulku wuxuu u tagay cumar ibn khattaab oo quraanka akhrinaya لكن لقي لي القرآن كور وأخرنية هبين كي سغد بحي مركاس رسولك عليه الصلاة والسلام صبحي مركي يوي مالين أقوله رسولك اللي يمت أيو رسولك حكوري أبو بكر حلان كسوم مري أضو قرآن كأخرنية عطكا كان هوسا نديك إيسي أولا مغلمين مركاس يا رسول الله لقد أسمعت من ناتيت به عدا لفقي إلهي رسولك سوان مقال سيئ بورمات ربي بان لفقي وانا مقشي مركز الكور عطكا غيرها كروقات حوغا كروقات بور مقرن إسان رسولك عليه الصلاة والسلام سيدا أو قرآن كبا أو كلتا لي أما أو أمر إبا قرآن بين ذلك سبيلا عمر وحو كوير رسولك عليه الصلاة والسلام حالا كسوان مري هذا قرآن كاخنية عطكا غنا كربا ذو قريس مركز يا رسول الله كنت أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان إلى رسولك سو الشيطان بان إريي قفتك تشيفنا تشيف كان كعيني بالمات رسولك وكير عليه الصلاة والسلام وكير مركز وكير رسولك حوغا يرى عتك على حصولك بكور رسولك عليه الصلاة والسلام رسولك ساس بوا صحابة يزنا ساس بوا يا نبي قلنا ومتابعين ترى ومارت سوكر ميري ترى وكبر رنجر عليه الصلاة والسلام إن القرآن كأخريان وحوران جرى لمن كان شعريين تليدا ماشى اي دجان وان قرنيا لهم في الليل دوي كدوي النحل
هبنك وحي ليين هون سيدا ما تشل ما شندا هون كيدو كراه ليين هبنك ايو كتابك الهي اقرايا جل وعلا ابن مكه اشعريين تليراد سياس بو رسولك كو اماني عليه الصلاه والسلام نصوص تاس فرح بدن وحين تسنيسا قابك لوغو تلغلي كتابك الهي سبحانه وتعالى ان الغفا اذا سنه لكن مشكلة بين هاي ستهدان صومال النهاي وأنا لك لحق لي كتابك إي أنا قمرت وحاوي كتابك إلهي توصنا ولحر إذنه ما أقول كرينو إن بدنا أنا قمني لغة إيسي ما لا فهم كرينو كتابك وحو نغض مدمدو بألا كويقان هدي لو واخر يو بغل يو طبان يو أفر تلو واخر يو كرات كاقتيق ميسو صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يا مؤمنين أيجو قاركو لقدو لقد عربي أصل كاي سنة هين لكن ويد دالين ويد برتين علماء كتب تألفتي لقد عربي لما تد عشان بيا هين سومالي ده لقد ويد مارت عربت سيبويه إيو إمام البخاري إيو علماء حتى أنترنا أن أنترين كريمين لما تد عشان بيا هين أصل كتب لكن كتابك إلهي سبحانه وتعالى يدينت إسلامك أي وحكة سوى مهم سنت إن توصوا قاطان وكتابك إلهي أي فهمان جل وعلا سيادرت إذا أنا قبل مشكلة أنا هيسا طبعيتها كتابك إلا لقبي يوم وياني كتابك إلهي توصوا هو ما قادة كرين لقبضة إيو ترجمات دونا ما أهن ريالتي ما حقيقة ما وقفك وحكو ترجمي فكرة وكوسو قد بني لغتي سلغادا ماها ددنكو ددنك ماها ترتيبتو ترتيبتا ماها تسدو تسدا ماها لفظنا لفظي ماها اسمع لي مقرنيسا قران كقلوبتا روح اياهي وكتاب الهي سبحانه وتعالى الفاظ الله او دورتي ويان جل وعلا وحن لوكا باهيا وانا اودي كريناهي كتابك الهي ستوصى ان المات ولحرفني ee aan luqadiisi aynu garanno luqadi kitaabka alle ku soo dejiyay luqadi nabi muhammad alayhi salatu wasalam luqadi abu bakr iyo umar iyo usmaan luqada ummada islaamka ay leedahay wama arsalna min rasul illa bilisani qawmihi wa anta min qawmi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ilahi wuxuu leeyahay rasul ma aanan dirinin illa qoladiisa lisaankooda iyo luqadiisa u dirnay مركا رسول كان عليه الصلاة والسلام قديس ولقد النوية محيي القوم كي نبي أيان كمدنا عليه الصلاة والسلام عرورت هلا برو داتكو هبرتين لقد القرآن ككتاب قال لك سيد الشيء سبحانه وتعالى إنسان كل لقد قال أوف ربنا بالله عقب بحياة أي كود دالة أصدقوا أدوية يرحم حمال أدوية يرحشين أدوية يحوغي أدوية, أدوية كمدها درتير أبرانايا سيدا لغة إنجليش كو كلاي لغة هكا لجديسان وضدك أي برتان كورا ددالان لكن معاك كهبون لغة كتابك إلهي سبحانه وتعالى ما دي ديسو لغة كلاينا البرتو إنسان كو ما انتهى اللغة ملا إنسان كو ثنائي اللغة أو ثلاثي اللغة سدح اللغة ضوضي اللبا اللغة ضوضي أفر اللغة ضوضي لكن لغة كتابك إلهي لغوين كاسيني كم مرة أعطاه ووح ميالك ضعويا ووح وعويا خاد وين كاقتقيا نلاش وباب واتجيسا حيالك لو هرايا لكن وح وح وحويا وح هرايا وتريا أنت كلو هذا ما نزاه وكتابك إلهي سبحانه وتعالى يمرح كذا لنا يا آثار تغات كذا لنا يا بدون سنة جنة الفردوس الأعلى يود دار السلام إن تكون قرط أدون سدوية كتابك إلهي سبحانه وتعالى مركا إخواني أن كتابك إلهي سبحانه وتعالى أن ما تكون دلم كتابك إلهي ما كان أخنا إنه أدابتي سوحة كاملة يا أخلاق ديسة إن أنا أرغم كتابك قف والبابا إن أصغى لو سود ديشي إي أصغى الله الله يو عبد الله وحو رانتي راي صحابي مكة يا أيها الذين آمنوا آد مغاشيل إلهي يكوي رومي هذا مغاشيل إلهي وراه رمي ودي يريا اصغوا بورن لترمات دكتور رارعية إله أذيك ودين لها الله إياه أما وناك بودين شيء إياه أما حمي بو مارت إذيك الريب إياه
قفوا كتابك إلهي ونصاص الله لكم ما إن أثق أو كل حال أيه. كتابك إلهي سبحانه وتعالى خالق السماوات إلهي عرك أبو ردوك أبو ري إن أو كل حال الله شرف بيكوتها سبحانه وتعالى نعمة أكسينا نعمة أقوين ويان نعمة التشريع إنه وضدك وعد إلهي سبحانه وتعالى كتابك إلهي وحلو بهاي هاي حفظك كريئة ما ما أنت وعن سمارد وكد دارا حفظك وفي عيا حفظ وفي عيا لكن حفظك وتجدد كريئة ما حفظك ما وتجدد أصل كاهي وفهم كيس صوص عما الماء قاركوت سمارد وحي هذا قرآن كان حفظي تبدأنا وحماضي واللومي بيرتو قلي وحماضي بير هذا عروت هذا بحوية كتاب هذا حفظ سيدي معاني دي سيدي ما بقرنا وشيدي دي سمي قال صح ما وحكفي عن هل صورة معانيه دي قلي قرنا سحابي با هل صورة ضد بو حفظين تيري هل كان مركو فهمه وحوية معانيه دي قرن تيري طبعا آيات الصحابة وحيرات كما أن نجد بشرين أو آيات كلمة نجد بشرين إلا أن كجر النم وتجددوا مع أنها إلى ذا حلاش أي حلالين يسوع حرام تاي حرم يسوع وحين جر ريم يسوع وحين هو شيء يسوع إلى أن كفهم إلى ذا مات طبعا آيات كما أن نجد بشرين لذلك ذلك إسا نني قانا طبعا آيات طبعا كآيات نلش يسعي بدلين إلى ذلك إسا مات iyo qof yaqaan surada farabadan laakiin waxba ay iska bedelay nabigaana waxa la wariyay riwaayad awleeyahay man tuu ciraysa maxaa cirada ka soo saaray awleeya waxa ay ka soo saaray hud iyo surada lamida ay ka soo saaray nabigu leeyahay cirada cali salaatu wasalaam maxay ila quraan taasiir raad baa wa tagaya way baa tagaya macnaheedu fahmi karayo nabiga waxa la wariyay fas waxa la wariyay suratu hud fastaghim kama umirt توصل هو أمره وتوصل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. مركا توسيتان كاس ولع وكقبه عليه الصلاة والسلام. أيها كملها وحيالها عرضك كيان عليه الصلاة والسلام. قرآن كمركا ساس وحنقول تلقى لي حرور تمركا مبرين. أسر ككوات وأنا أتشدد القرآن. قرآن معناه لو قلت تلقى لي كتاب كان معنيه سبب لو قلت تلقى لي. سحابي بصورة الإخلاص كريئة أي كفلات أنتو آخريو مركز النبي وكل يا وكل علين ترى وكل معان سن ترى مركز النبي قال وي ألا ويدي رجل الله صعدم هذا كذي ما كوسن كتير ترى إمام نبوها أي كوي رادين سورة من هذا وعلين إسا أي هذا الحكومة في الله أمه ما أرتى إسكداف مركز سورة نو كتير ما يسورة ده نبي قال يا يري علي يا يري بقول الله شيء قال ويدي محوج وعلين يا مركز وكوي إنها صفات الرحمن وإني أحبها سورة فهم من معنى هذا وهو يكون معان سنة الله تلمامه إيسا أي سورة أنك هلا إيسا أنا أقول وأن تعلها مركز النبي كير عليه الصلاة والسلام إن حبك إياها يدخلك الجنة تعيرك أروها إيسا أي جنة تبيني النبي كير عليه الصلاة والسلام مركز قفوا حو شيء تعلان كرا كم معان سنة كرا معنى إيسا مركز فهمي قرآن كو فهمي ساد رادي إذا فيريا أو فير صدق marka ilaahay ka hadlay kitaabka nabiga soo dadka u gaarsinay ma la dhihin lafdiga oo xifdisinaya oo kali ah huwa alladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum fi ritriya yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin quraanka marka laga hadlay ilaahay rasuulku soo diray alayhi salaatu wasalaam dad ummiyiin ah ayuu rasuul soodira weyn alayhi salaatu wasalaam maxuu sameeyay yatlu alayhim ayati ilaahay ayatkiisa ku dul akhriyay nabiga alayhi salaatu wasalaam way dhageysanaya wuu baray wuu ku akhriyay way yuzakkihim wuxuu baray habkay ugu dhaqmi lahaayeen waa taskeenay nabiga alayhi salaatu wasalaam amali ahaan iyo